عايزه اروح للاهلي في رادس، ويعني يمكن مارسيل كولر النهارده كان بيتحدث في المؤتمر امبارح هو وبجانبه طبعا كابتن شناوي عن انه الترجي مش هو نفس الفريق اللي قبله الاهلي قبل كده، وانه في تغييرات كبيره في الفريق، وانه يعني ما فيش افضليه لفريق على الاخر الا بالاداء. شايف ازاي التصريحات دي، وشايف ازاي استعدادات النادي الاهلي امام الترجي في كأس بطولة أفريقيا؟ كلام صحيح جدا. فعلا الترجي هذا الموسم مع كادوزو مدرب جديد اللي تولى مسؤولية تدريب الفريق في منتصف الموسم، تغير الأداء بشكل كبير جدا مع استخدام برضو بعض اللاعبين الجدد في قائمة الفريق. لا، تحسن بشكل كبير جدا، قدم بطولة ووصل للنهائي عن جدارة واستحقاق بالفوز ذهابا وإيابا على صن داونز، المرشح الأهم أو الأقوى مع النادي الاهلي للوصول للمباراه النهائيه والفوز باللقب. لا، فاز عليه ذهابا في تونس وايابا في جنوب افريقيا عن جداره واستحقاق. لا، اتغير تماما. الاهلي كان واجه ترجي الموسم الماضي وفاز عليه ذهابا وايابا، وقبل الموسم الماضي برضو نفس الحكايه. لا، الترجي اختلف تماما تماما تماما، مباراه صعبه جدا. الاهلي بيستعد بقوه، اكتملت اغلب عناصره، يمكن الغيابات محدوده جدا، السوليه كوكا، لكن عدلي ياسر ابراهيم، عدلي الشناوي زي ما قلت حضرتك وحضروا التدريب، عدلي اغلب العناصر المهمه، حسين شحات، امام عاشور، اسامه ابو علي، بيرسي تاو، كل العناصر دي كانت غايبه لفترات للاصابه. محمود متولي كانت غايبه لفترات للاصابه الفتره الماضيه، عادت بشكل كبير جدا وهيكون ليها دور مؤثر جدا في مباراه غدا في استاد حماد العقربي في رادس، وهيكون ليها دور كبير جدا في مواجهه الغد. بالتاكيد المواجهه صعبه، المباراه يعني هتكون نتيجتها لها تاثير كبير قبل مباراه الاياب السبت القادم يوم 25. بالتاكيد الاهلي بيسعى ان هو يحقق نتيجه ايجابيه، يخرج بنتيجه ايجابيه تكون مفيده ليه في مباريات الاياب. كولر عامل حسابه لده، ويمكن تصريحاته فعلا تصريحات متوازنه جدا، تصريحات نفس الشناوي برضو ان هو اتعود على اللقاءات دي. يمكن الاهلي والترجي لعبوا مع بعض 20 مباراه في دوري الابطال، الاهلي فاز في 10 والترجي فاز في 4 وتعادلوا في 6 طوال مشوارهم مع بعض، فهو ديربي معتاد وديربي دائما ما بيحدث. الترجي يكسب في تونس، الاهلي يكسب هنا، لكن الاهلي عنده افضليه كبيره في الفترات الاخيره على حساب الترجي في السنتين او الموسمين الماضيين، عليهم الفوز ذهابا وايابا في تونس والقاهره. بالتاكيد مباراه صعبه. صحيح. حضور الجماهيري هيزيد على 34,000 في ملعب حماد العقربي. طبعا عارفه الجماهير التونسيه بتبقى متحمسه جدا، وعندها برضو دوافع كبيره انها تحقق لقب غائب عن الترجي منذ 2018، من سنه 6 سنوات، يعني عندهم حوافز كبيره جدا، خاصه بعد هيقوم الفوز الغالي والكبير على صن داونز والاطاحه بيه من النصف النهائي. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي شريف عبد القادر. طبعا بنتمنى تحقيق الالقاب والفوز لقطبي الكره المصريه الزمالك والاهلي، وكل مشجعين الكره في مصر هيبقوا مستمتعين بالماتشات دي ومنتظرينها يعني سبت وحد ان شاء الله.